فضيلة الشيخ، يقول السائل: سافرنا مسافة قصر وأردنا أن نجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، وفي الطريق دخلنا المسجد والإمام يصلي العشاء، فانتظرنا حتى أتى بالركعة الأولى، ثم دخلنا معه بنية المغرب وسلمنا معه، بعد ذلك صلينا العشاء ركعتين، هل عملنا هذا صحيح أم لا؟ وماذا يجب علينا إن كان غير صحيح؟ ما دام نويتم المغرب، ما دام نويتم المغرب صليتموها بنية المغرب فهي صحيحة إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. لكن الأولى، الأولى بكم أنكم صليتم المغرب، أنتم وحدكم صليتم المغرب، ثم بعد ذلك تدخلون مع الإمام في صلاة العشاء، علشان ما يحصل ارتباك واختلاف في الركعات. صلون المغرب أولا، أو إن كان منفرد يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.